حسنة دايما حنتلاقى ونجدد الذكرى وقلوبنا مشتاقة بالموعظة الحسنة دايما حنتلاقى ونجدد الذكرى وقلوبنا مشتاقة بالموعظة الحسنة بالموعظة الحسنة اللهم صلي وسلم عليه اللهم صلي وسلم عليه يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي مشاهدي قناة دريم في كل مكان، أهلا بيكم حلقة جديدة من الموعظة الحسنة. خلوني في البداية وبطبيعة الحال إن أنا يعني أقدم لحضراتكم وأقول لكم وأتكلم معاكم عن مشاعري وحبي وسعادتي بوجودي في هذه القناة الكبيرة المحترمة قناة دريم. وخلوني كمان أفكركم وأفكر نفسي وكل المشاهدين إن قناة دريم هي أول قناة فضائية، قناة كبيرة محترمة اشتمنا منها عبق وعبق الثقافة المصرية المحترمة. أكبر نجوم مصر طلعوا من هذه القناة في كل المجالات، مش بس في البرامج الدينية، وما أكثر البرامج الدينية المحترمة اللي طلعت من هذه القناة وشيوخ النجوم دلوقتي على الساحة من قناة دريم. كمان على برامج السياسية والتوك شو طبعا، وكل حتى البرامج الفنية وكل أنواع البرامج. خلوني أشكر تحية خاصة للأستاذ الدكتور أحمد بهجت على الكيان ده، وتحية خاصة كمان للأستاذ الدكتور محمد خضر اللي كان ربنا جعله سبب في وجودي في هذه القناة واداني الثقة والاحتواء والوجود. كمان بشكر كل فريق القناة وكل فريق برنامج الموعظة الحسنة على ما قدموه، وبقول لهم انتوا قدمتوا رسالة محترمة وشريفة ورقية خلال السنين اللي فاتت، طبعا بوجود الأستاذ الدكتور مبروك عطية حبيبي الدكتور مبروك اللي بقدم له التحية على الهوى، وبشكره على تحيته ليا على كمان وجودي في البرنامج، وبقول له انت قدمت كمان علم وثقافة وحضور طاغي، يعني يا رب ناخد 1/10 منه. لكن خلوني نخش في الجد النهاردة. أنا معايا ضيف بعد الفاصل من العيار الثقيل، ما ينفعش أكون في قناة دريم وبقدم الموعظة الحسنة إلا ما يكون معايا ضيف كمان من العيار الثقيل، الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي. طبعا كفاية أقول اسمه بس طبعا، لكن أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عضو مجلس القومي للمرأة. لو قلت من هنا لبكرة يكفي أن أقول أنه فقيه مجدد في عصرنا ده، ان احنا ربنا قسم لنا ان نتواجد في وقت فيه فقيه مجدد زي الدكتور سعد. طبعا انا عايز استغل الوقت على قد ما اقدر في ان انا هطرح معاه كل الاشكاليات اللي على الساحه، الاشكاليات الفقهيه، اختلاف الفتاوى ده يمين وشمال. حضراتكم اكيد متابعين معايا وعصرته يوميا وفي كل البرامج وفي كل وسائل الاعلام، حد يحلل لك كل حاجه، يعني حتى لو كان بدله راس عاريه للاخر او او او، وحد يحرم لك كل حاجة حتى النفس اللي طالع من حضرتك، أو حتى لو كان نشيد بنحب فيه بلدنا. طيب نعمل إيه؟ طب أنا مش خايف على المثقفين، عندهم وسائل الثقافة المتعددة وكتب موجودة في المكتبات، لكن أنا خايف على المشاهد البسيط الغلبان اللي زي حالاتي اللي مش عارف حاجة. طب أروح هنا ولا أروح هنا وأعمل إيه؟ وده طبعا بنتعرض له في البرامج طول السنين، زي فتاوى البنوك والربوية وأنواع الربا وإلى آخره، وحتى في فتاوى الطلاق. النهاردة هستغل الفرصة على قد ما أقدر أني أقعد مع الدكتور سعد وأقول اللي كل اللي جوه حضراتكم من أسئلة، واللي يبسط لنا المسألة وقضية البدعة، وإيه هي البدعة، وإزاي أعرف أن أنا داخل على سكة بدعة ولا أنا ده في بدعة حسنة ومحبوبة ومطلوبة ومرغوبة وعليها ثواب كمان. كل ده وأكتر منه هتكلم فيه مع أستاذنا الدكتور سعد بعد الفاصل. بس أرجوكم تشرفوني وتسعدوني باتصالاتكم ودخلاتكم زي ما عودتوني طول السنين، وأوعدكم كمان بنفس الرسالة وبنفس الثقة وبنفس الحب وبنفس الاحترام. نلتقي بعد الفاصل. اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم عليه يا حبيب الله. يا
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى احبائي مشاهدين في كل مكان، واستاذنا الدكتور سعد الدين الهلالي. اولا يا دكتور وحشتنا جدا، وانا سعيد بقعدتي دي مع حضرتك. فاتت السنين وتاني بنقعد ونتلمذ على ايدين حضرتك، ونسعد بلقائك. مشرفنا ومنورنا يا دكتور، اهلا وسهلا. تحياتي لسيادتك اولا ولكل المشاهدين والمشاهدات، وبهني كل المشاهدين والمشاهدات بطلتك الكريمه. نعم. ورسالتك اللي انت نظرت نفسك ليها من يوم ما دخلت الاعلام، في حبك لنشر الثقافه والفكر النير اللي يحمي الانسان ويفتح له طريق الافاق، وخاصه الجانب الاخلاقي والجانب الديني، مش الوصائي. لا، الجانب الديني التنويري اللي يخلي الانسان يختار دينه وهو مرتاح، يموت وهو مرتاح انه اختار الدين ده. يعني الفرق ما بين الخطاب الوصائي والخطاب الديني الاخلاقي، انك بتقول للانسان انت هتموت لوحدك، مش كده؟ صحيح. ولا هيموت معك، ولا هيموت مع فلان، هيموت لوحده. اذا لما يختار الدين، يختار الدين اللي لما يموت يبقى مطمن انه معاه، مش اللي انا مطمن انه معايا. ما هو انا بطمن بشيء وانت بتطمن بشيء تاني. صحيح. مظبوط. صحيح. هو في حد او كل هيطمن بشيء واحد؟ ما فيش حد هيطمن بشيء واحد موحد الا الله عز وجل. نؤمن بالله الخالق، هو ده اللي بنتجمع عليه. بعد كده في التفاصيل، لا، ده ربنا خلقنا مختلفين، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالخطاب اللي يقول للإنسان شوف قلبك بيقول إيه، شوف ضميرك بيقول إيه، شوف إحساسك الجواني بيقول إيه. علشان كده أنا لبيت الدعوة فورا، مجرد ما قلت لي بالتليفون قلت لك لبيك، أهلا وسهلا بيك، وخاصة رسالتك الحلوة، وبهني طبعا أسرة دريم بيك. العفو. كل المشاهدين والمشاهدات بهذه الرسالة. تسمح لي بس في البداية، إن في المقدمة قلت إن أنت قلقان على العامة ومش قلقان على الخاصة. أنت قلقان على عموم الناس مش قلقان على المتخصصين في الدراسات الدينية. طب أنا عايز أقلب الهرم وأقول عايز أطمنك على البسطاء دول. انت قلبك طيب صحيح، وكل من تعامل معاك عارف قد ايه انت قلبك طيب. العفو. وعندك حنيه في التعامل مع كل من تتعامل معه. فما بالك باللي وضع فيك الحنيه دي، الله، باللي خلق فيك الرحمه دي، مش ارحم منك؟ صحيح طبعا. ما تقلقش على الناس، الناس دي لها رب كريم، الناس دي لها اله رحيم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، الله، ورحمتي وسعت كل شيء. وقال سيدنا محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللي زي ما ورد في الحديث أو في بعض الروايات الصحيحة، إن ربنا خلق الرحمة وقسمها 900 قسم، نزل منها قسم واحد واحتفظ لنفسه 99 جزء من الرحمة. سبحانه. الجزء اللي نزل في الأرض، مين اللي بترحم فيها بقى؟ الأمهات مع أبنائها، الآباء مع أولادها، الناس الرحماء مع بعضهم، الأصدقاء مع بعضهم، حبك للناس وحب الناس الطيبين للناس الطيبين، كل الحب ده واحد على 100. 99 من الرحمة في يد الله سبحانه هيرحم بها عباده. فما تقلقش على خلق الله. ألا خوفي من هذه الجملة إن استخدامها واستغلالها علشان نقول للناس ما بتفهموش، اسكتوا، انتوا مش، ما انتش قد المسؤوليه. لا لا لا، انت مش قد المسؤوليه. لا. انت مش قد الاختيار. انت مش قد انك تختار راي. انا بديك الراي الصح، انا اللي فاهم الصح واقول لك عليه. انا طبعا الانانيه دي بقى انانيه الشيطان. فعشان كده الخطاب الديني الوصائي خطاب شيطاني. طب بمناسبه الخطاب الديني، يعني الوصائي. اما الخطاب الديني التنويري التعليمي، وظيفتنا التعليم. لا يعني بمناسبه الخطاب الديني بصفه عامه، والشيء بشيء يذكر. انا طبعا اولا بشكر فضيلتك واستاذيتك، وكل شكرا يعني تفوهت بيه حضرتك، وانا اقل من ده بكتير جدا، ويكفينا بس ان احنا نقعد بين ايدين حضرتك ونسالك ونتعلم. فكره ان انا خايف على الناس، لا، هي فكره التشتت اللي حاصل في الفتاوى. يعني حد كل من تجرع الفتوى وبيطلعوا لنا من خلال وسائل الاعلام. هو الفتوى مش حق، استنى بس انا اقف عند ده. بس الفتوى عباره عن ايه؟ الخطاب الديني. يعني ايه الفتوى يعني؟
يعني ايه فلان افتى فلان اجاب مره ثانيه نسميها راي. طيب يا دكتور نسميها ايوه ما انا قلت اهو لما اقول لك فلان افتى بكذا يعني اجاب بكذا، سالته فافتى بكذا اي سالته فاجاب بكذا، صح ولا غلط؟ صح. الجواب اللي قاله ده اللي فلان اللي جاوب ده ربنا اطلاق. نائب ربنا في الارض اطلاق سبحان الله. واحد سالته بيقول لك رايه. اذا احنا عظمنا لفظ الفتوى وادينا لها قدسيه دينيه علشان ندي لصاحبها قدسيه كما لو كان احنا بنقدس ربنا. جميل. يبقى انا عايز اوصل اذا الفتوى ما هي الا راي. حلو يا اخي. راي سمعته ما عجبكش من هنا وطلعه من هنا. انا عايز اوصل لدي على فكره. انا كل اللي قلته في المقدمه عشان اوصل لدي ان الناس ما يعني انا ليه بقول انا خايف على الناس؟ لان الناس بتروح كده شويه وتروح كده شويه مع كل كلمه تتقال، وتفرض البرامج ووسائل الاعلام وغيرها وغيرها لمناقشه بعض الناس في افكارها حتى وان كانت للعوام تبان غريبه يعني. لكن فكره اللي حضرتك قلته ده ان واحد قال رايه خلاص ماشي الحال، لكن لا ينبني عليه بقى عمل. يعني انت حضرتك مش قلقان من الفكره دي؟ قلقان من حاجه واحده بس، ان اللي بيقول الفتوى بتاعته دي وبيقول الراي بتاعه ده بيرسم على الناس هالة على نفسه وقدسية على نفسه بحيث يصطاد المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات. يصطادهم. يصطاد مين؟ الضعفاء منهم. يقول لهم أنا بقى اللي فهم الصح، أنا عندي الصواب، فالناس تصدقوا. وبعدين يقول لهم كمان أنا بشتغل كذا، ويدي وظيفة معينة وممكن يختلق وظيفة معينة أو يلبس هيئة معينة شكل معين. كل ده شراك يعني مصيدة شبكة لاصطياد عقول المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات. وده اللي حصل. فأنا عايز أقول للناس ما يغركوش الاسم، ما يغركوش الوظيفة، ما يغركوش إلا الكلمة اللي تسمعها دخلت قلبك ولا لا. ده انت حضرتك انا قريت لحضرتك على فكرة، تتبعت كل كتابات حضرتك وكل أراك، وده عهدنا يعني طبعا بعلم حضرتك، وقلت انك بتدعو كل من يتصدون للخطاب الديني بالتوبة او الى التوبه. الوصائي خطاب الدين الوصائي. قلت لا، بتوع زمان او الفقه اللي عندنا كتب التراث كان كل واحد بيقول ده راي فلان، ده راي فلان، ده راي فلان، ماشي الحال. اي أيوة والله. لكن دلوقتي هو بيفتيك كانه هو مصدر الواحد. بس صح كده؟ ده جمله جميله جدا. ايوه فن. ده صحيح. اتمنى عدها تاني كده اللي هي ايه؟ ان كان الخطاب الديني سابقا عندهم امانه علميه. صحيح. كل واحد لما بيجيب راي بينسبه لقائله الاول. نعم. النهارده عندنا عمليه نصب وسرقة المعلومات. أيوة. يعني يفتي مثلا بالحل أو الحرمة لفقيه من ألف سنة قالت وينسبها لنفسه كما لو كان هو الباشا المجتهد، كما لو كان هو صاحب الدين وبيقدم الدين. يا باشا خليك عندك أمانة. وعايز أصحاب الخطاب الديني اللي يكلمهم لما يقولوا تفسير يقولوا قرأت في تفسير كذا كذا، مش هو يطلع بقى مفسر كما لو كان هو المفسر بالزبط. يطلع مجتهد ويقول الرأي الفقهي كما لو كان هو صاحب الرأي الفقهي. زي مثلا فوائد البنوك لما يطلع واحد هذا حرام واوعى تاخد فوائد حرام. مين اللي قال حرام؟ انت من امبارح. طب روح شوف كده في الخمسينات، في اوائل الخمسينيات مجمع البحوث الاسلاميه قال حرام. اذا انت مش انت صاحب كلمه حرام. ها واحد تاني يطلع حلال وكان هو بقى صاحب التيسير. يا باشا انت من امبارح، انت كنت طفل، انت كنت لم تولد بعد. شوف مين اللي سبق وقال حلال. هتلاقي الشيخ علي عبد الرازق عليه رحمه الله، وهتلاقي الشيخ محمد عبده، وهتلاقي كمان الشيخ شلتوت، وهتلاقي الشيخ مجمع البحوث الاسلاميه في الثمانينات ايام سيد طنطاوي قال حلال. طبعا ايوه. اذا لما اجي اقول بقى حلال ولا حرام اقول ايه؟ اقول سبقني اساتذه كبار مجمع البحوث الاسلاميه في الخمسينات الحرام، في الثمانينات الحلال، فريق من العلماء في اوائل القرن العشرين الحلال، بعضهم الحرام، اصبح في عندنا رايين. جميل يا دكتور. قبل ما اروح للاتصالات، وطالما حضرتك فتحت ودخلت في المعمعه على طول قضيه يعني مسائل الربويه وغيره، وانا لينا صولات وجولات في الموضوع ده وربا النسيئه وربا الفضل والى اخره وكتب حضرتك في ده. تاني، الناس من حقها تاخد الاسهل عليها اللي قريب لقلبها. ما خير رسول الله بين امرين الا اختار ايسرهما. عادي كده مفيش اي مشكله. استنى بس، مش عادي. هو مش من حق الانسان اختيار دينه؟ طبعا. عجيب. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هو مش لكم دينكم ولي دين. صحيح. مش من حق الانسان يختار دينه. من حقه الدين اللي هو مين؟ الدين اللي هو الكبير، المله، العقيده. طيب فما بالك بقى فقهه في داخل دينه رايين يختار ولا ما يختارش؟ طيب يعني دي نهايه جميله للسؤال. وبعدين النبي قالها، النبي حسمها. النبي حسمها وهم متغاظين قوي. النبي قال ايه؟ قال استفتي نفسك، استفتي قلبك، وان افتاك الناس وافتاك. هرجع لحضرتك بالحته دي. طيب اسمح لي اخد الاستاذ عبد المحسن
واستاذه اميمه، الحاجه اميمه يا ريت تكلمينا تاني، معلش الخط قطع. استاذ عبد المحسن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك يا استاذ محمد؟ الله يحفظك ويخليك يا رب ويبارك في عمرك. يعني حضرتك الاول منور الشاشه. ده نورك. وفرصه اني اشكر قناه دريم على حسن اختيارها. العفو. واشكر حضرتك طبعا، واشكر عالمنا الجليل الدكتور سعد ودوره التنويري الرائع اللي كلنا بنتعلم وبنستفيد منه. اكرمكم الله. وانا بس بتصل علشان اقول لحضرتك مبروك على البرنامج الجديد، وان شاء الله ربنا يوفقك، ودائما بنستمتع بيك على الشاشه وبنتعلم منك وبنتعلم من ضيوفك. ويعني ليا رجاء بسيط لقناه دريم، انه لو قدرنا يبقى النوعيه ديت من البرامج التنويريه ودورها المهم في البلد، يبقى عدد الايام اكتر من كده، اعتقد ان ده هيفيدنا كلنا، وكلنا بنتعلم وكلنا بنقعد قدام الشاشه مع النوعيه ديت من البرامج التنويريه لدورها المهم في البلد الحقيقه في الفتره دي. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا والله، كتر خيرك انك يعني اقتطعت من وقتك وقلت لنا الكلام الطيب ده، وانا ما استاهلش يعني حرف من ده، كتر خيرك على حسن ظنك، ولكن طبعا كل كلامك ونزيد عليه الاستاذنا الدكتور والقناه دريم. حاجة ميمة حاولي تكلمينا تاني، معلش الخط قطع. ارجع لفضلتك، وكنت بتتكلم عن استفت قلبك، وقفنا عند الحته دي. للنبي الله مش انا اللي عليه الصلاه والسلام. قالها لمين يا دكتور؟ يعني اي، ما هو ده سؤالي اللي كان في بدايه الحلقه. قالها لابسط خلق الله. لابسط خلق. والله. ما قالهاش سيدنا ابو بكر الصديق. ما قالهاش سيدنا عمر. ما قالهاش سيدنا عثمان. ولا سيدنا علي. قالها لواحد اسمه وابص ابن معبد، وقالها كمان لواحد اسمه ابو ثعلبه الخشني، من احد الصحابه البسطاء. والحديث رواه احمد بسند حسن، بيقول ان انا رحت علشان اقابل سيدنا النبي، فلقيت عنده الصحابه حواليه منعوني من لقائه والقرب منه، فعليت صوتي. بيقول انا كان في نفسي رايح اساله اسئله بقى اللي هي اخلص، فبيقول انا عليت صوتي وقلت انا وابصه انا وابصه، خلوا بيني وبين رسول الله، والله ما من احد احب الى قلبي من رسول الله. هم اترنهم خايفين من اواخر حياه النبي، خايفين لو واحد غريب مش معروف يدخل ويأذي، فكانوا مانعين. فهو بقى اعلن وافصح عن اسمه، واعلن ان بيحب سيدنا النبي بس قربوا مني. فهو بيسمع النبي، فالنبي لما استمع قال قربوه. لما شاف بقى صوته عالي قال قربوه. قال له جئت تسألني أجيبك قبل أن تسألني، أم تسألني فأجيبك؟ فطلع برضه قال له طب قول لي أنا جاي ليه؟ قال له جئت تسألني عن البر وعن الإثم. قال له صدقت، عرفت منين؟ كان بيقول أنا رايح أسأله عن كل البر والإثم وخلص المسألة. خلص بقى يقضي. فقال له البر ما اطمأنت إليه النفس واستراح إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. يا وابصة استفت نفسك، استفت قلبك، وإن أفتاك الناس أفتوك. بالله عليك الإجابة دي مش حمل الإنسان المسؤولية؟ طبعا. أصحاب الخطاب الديني المعاصر بيعملوا إيه؟ عايزين يقولوا للناس ناموا، ما تشيلوش المسؤوليه، واحنا نيابه عنكم هنشيل المسؤوليه ونقول لكم تعملوا ايه. ناموا هنا واصحوا هنا، اقعدوا هنا وقفوا هنا، احنا بقى اللي فاهمين، واحنا بقى القيادات اسمعونا. طبعا الخطاب الديني ده اللي قايم على الفكر الوصائي ده، اهو عاوز يخلي 90 مليون مصري يناموا ما يشغلوش عقلهم، وهم اللي يقودوا 90 مليون مصري فيما يرونه هم. وهم بشر ولا هم ملائكه؟ بشر. طيب لما هم بشر وبعدين ارائهم بيغيروها ولا ثوابت؟ بيغيروها. طيب اشمعنى لما هم بيغيروا ما يدوش الحق ده ليه للناس؟ وبعدين هو ربنا مش قال لسيدنا النبي وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون؟ يعني يا محمد انت سيد العلماء، ومع ذلك وظيفتك ايه؟ وظيفتك تبين وتسيب الناس تفكر، لكن تدي لهم تعليمات وصائيه يفعل ولا تفعل وما تديلهمش حق التفكير؟ ازاي؟ ده سيدنا النبي مش قال لهم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه؟ بعضهم صلى بعضهم ما صلاش، فابتسم لهؤلاء وابتسم لهؤلاء. صحيح. ولم يعلق على احدهما عشان كل واحد يفكر بنفسه. جميل. وامثله كثيره جدا في هذا الشان. جميل. عندي اسئله كثيره لحضرتك في الاطار ده برضو، بس عندي نقط كثيره كمان عايز انقل فيها، لكن مش عايز افوت. احنا بنتكلم عن فكر ابن تيميه مثلا، واحنا بنتكلم عن فكر متشدد لحد كبير بيطارح الناس في كل البرامج وفي كل وسائل الاعلام وفي كل الأزقة والمساجد الصغيرة وغيره،
وان حضرتك دافعت عن ابن تيميه وقلت ليه خمس فتاوى اللي انتم بتقولوا عليه ليه فتاوى ظلاميه ومتشدده والى اخره، لكن ليه كمان خمس فتاوى مفيش انسان له عليه مع المراه ومتقدمه جدا ومتحضره جدا في الطلاق، يعني حتى صحيح. في الطلاق دايما بنلجا ليهم. ده صحيح. طب انا اعمل ايه ساعتها؟ يعني يعني ممكن من نفس الفقيه اخد اهو حاجه واقول متشدده واخد حاجه تانية واقول طبعًا. متفتحه وم... اه لا يعني ما احكمش على انا اخدت ليه من الفقيه الحاجه اللي هي اللي انا اراها سليمه او وسطيه ارتحت لها قلبي. اذا هو الاختيار برضه ده كمان هو ايه خالف فيها جمهور العلماء يعني او كثير من العلماء. اقول لك ده هو عمل حكم فتوى راي فقهي لو ما كانش قاله بتهيألي كده كان منظرنا كمسلمين هيبقى يعني صعب جدا في المجتمع المعاصر. اللي هو ايه دكتور؟ اللي هو ايه؟ انفرد بقول لم يقل به مخلوق مخلوق من قبل. على فكره هو مات 728 هجريه. يعني 700 سنه 700 سنه والمسلمين عايشين على قرار معين هقول لك عليه دلوقتي. وبعدين هو جه عمل انفراجه، الانفراجه دهيت لما قالها شذ عن مين؟ عن باقي عن 700 سنه 700 سنه حياه المسلمين. هنا بقى ابن تيمية لولا هذه الفتوى والله كنا حطينا رأسنا في الأرض أمام العالم. عارف هي إيه؟ إيه هي؟ قبول شهادة غير المسلمين على المسلمين في القضاء كقبول شهادة المسلم عليهم. خطيرة جدا. تصدق خطيرة جدا. تصدق لما القاضي يجي له قضية أحد طرفيها مسلم والآخر غير مسلم أو الاثنين مسلمين وبعدين المسلم جايب شهود من غير المسلمين اللي كانوا شاهدين الواقعة صادق مع نفسه يقوم 700 سنة بره انت كلامك مش مقبول. غير ده وقال ايه بقى بعد كل ده يا دكتور؟ أيوة. انا بعد كل ده نرجع نقول او بعد من يتتلمذ على يد ابن تيمية وتلامذته من الفقهاء ما تعيدش على غير المسلم او ما تتفاعلش معاه او ما تحبهوش او ما تتكلمش معاه. يعني شوف تناقض. يعني بعد لما ابن تيمية قال بان احنا مواطنين سواء مفيش فرق ما بين المسلم وغير المسلم طالما ده شاهد وده شاهد وده الاصل براءة الذمة وربنا بيقول او اخران من غيركم ايه اللي يمنع من قبول شهادته؟ عارف رفضت هذه الفتوى رفضت. بس في الاخر النهاردة روح السعودية روح الامارات تعالى مصر روح اي دولة من الدول التي تسمي نفسها دولة إسلامية وأنا برفض تسمية دولة إسلامية، هي دولة إنسانية لكن المسلم ده شخصاني، ما فيش حاجة اسمها دولة إسلامية ولا دولة مسيحية ولا دولة يهودية، ما عنديش دولة. ده الحساب يوم القيامة دولة أفراد دينية. الحساب يوم القيامة أفراد مش الحساب يوم القيامة بالدولة. تعالى دولة خش الجنة تعالى دولة خش النار. ده كلام فاضي. احنا تغالينا في الدين بما ليس فيه. لما تيجي تشوف في الدولة عايز تقول ايه؟ تحت امرك. عايز اخد اتصال ممكن؟ تحت امرك. جمهورك يا دكتور. حاضر. ام عبد الله السلام عليكم. ام عبد الله. ايوه عليكم السلام ورحمه الله. اهلا بيك يا فندم. اتفضلي. اهلا بحضرتك. عندي سؤال للدكتور سعد. عينيا اتفضلي. ما حكم عمليات التجميل بغرض التزيين للزوج واذا كانت برغبه من الزوج؟ وشكرا يا فندم. عينيا يا فندم شكرا جزيلا. طيب معايا كمان بعد اذنك يا دكتور استاذ وليد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا بيك يا استاذ وليد. اتفضل. اهلا بيك يا فندم. تشرفت اتفضل تحت امرك. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. كنت عايز اسال حضرتك بس بالنسبه للدكتور سعد هو بيعترض وهو يعني حضرتك او غير حضرتك بتفرض الدكتور سعد على الناس. طيب انا بشكرك يا استاذ وليد كتر خيرك. انا ممكن ارد عليه في الاخر يعني لا ما حصلش ليس فرضا لان في امكانه الريموت يغير من قناه الى قناه. لا وبعدين احنا في حاجه احنا عايزين نتعلمها. وبعدين تلتقي سنه بس اما تلتقي مع اي ضيف يبقى انت فرضته اطلاقا. يعني سعد هيجي خلينا اقولها انا وعبيد هيجي ومصطفى هيجي اي حد هيجي هنقول ده فرض مفروض؟ لا وبعدين لازم نتعلم بعض النقاط اذا سمحت لي يا استاذ وليد. اولا انا بحييك تاني وخلينا اقول اولا يعني لابد ان نسع بعضنا البعض. ما ينفعش يعني ما ينفعش ودي طريقه خطابنا اصلا مع بعضينا. احنا ده برنامج ديني وحضرتك مسلم وبتتكلم في الاسلام وفي الدين وفي الاخلاق الحلوه ودي الموعظه الحسنه. فاحنا طبعا من اولى ابجديات الموعظه الحسنه ان احنا نتواصل بالخير وبالحق وبالادب في التعاطي مع الناس. وحتى لو اراء الدكتور سعد ما لا توافق حضرتك ما عنديش راي. ده هو نفسه قال لا لا, لا انا اسف اسف انك تنسب لي راي. كل ما ذكرته اقوال لعلماء سابقين ووظيفتي أمانة علمية بنقل الأمانة العلمية للناس. يعني أتحدى واحد يقول لي أنت ليك فتوى معينة. لا ده ما ده اللي أنا أقصده. يعني قصدي أقول يعني نقل حضرتك حتى للفتاوى بغض النظر عن التعرفة
ما يزعلكش يا استاذ وليد، وحضرتك ممكن انت يعني ترفض النقل ده او تقبله. لا لا يروح يراجع بس، لا يروح يراجع ده مثلا. اما يثبت ان انا نقلت وبعدين. او ذكرت قول غير منسوب لصاحبه يعني يبقى له حق كبير واشكره يعني. لا فانا اللي بعتذر لك يا دكتور. لا لا العفو. على فوق راسي. لا لا العفو. بس عايز اقول لك حاجه، المداخله دي تصلح لكل ضيف عندك طبعا. بمعنى ايه؟ اي ضيف هيجي لك ممكن واحد يقول لك وده اللي كنت عايز اقوله. نعم. بالظبط. فاحنا لا نفرض احدا، لكن لابد ان نسع كل الناس ونسمع ونتعلم، وزي ما قلت حضرتك انت تشوف يعني ثقف ده وده 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 وشوف الدنيا فيها ايه. وبعدين من اخلاقنا يعني الاسلاميه المحترمه ان احنا بنحترم بعضنا وبنوقر بعضنا. استاذه سوسن، سلام عليكم استاذه سوسن. وعليكم السلام ورحمه. اهلا وسهلا يا فندم. ايوه يا فندم. انا عندي مبلغ حطاه في صوره شهادات الاستثمار، ممكن اطلع العائد عليه اللي هو عشر العائد مش 2.5%، فانا مش عارفه العشر العائد ده يعني. حاضر فهمت. أنا. حاضر عيني الاثنين. حاضر اشكرك يا فندم. تعالى بينا يا دكتور ونروح بقى لجراحه التجميل. لجراحه التجميل وخصوصا اذا كان الزوج هو اللي قايل. انا وظيفتي برضه نقل معلومات. براحتك يا دكتور. يعني انا مش عايز المكالمه تاثر على. لا 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 بالعكس ده هو ده الصح. يعني انا باكد الفكره ان لو انا جيت قلت بقى هذا حلال يبقى انا عملت نفسي فقيه وبقول هذا حلال، وهذا حرام يبقى انا عملت نفسي فقيه وبقول هذا حرام. الحقيقه الموضوع ده قتل بحثا منذ اكثر من 40 سنه. قتل بحثا. عمليه التجميل؟ امال ايه؟ وما كان بيعملوا عمليه تجميل؟ مؤتمرات. سبحان الله. لا مش بتكلم عن الفقه المعاصر من 40 سنه. وحضرت مؤتمرات عده وشفت الابحاث للفقهاء المعاصرين اللي بعضهم مات ولسه بعضهم على قيد الحياه في كبار سنه، وبعضهم لا يزال على قيد الحياه حتى الان ولهم ابحاث فقهيه. فانا بجمع كل المعلومات دي وظيفتي، بجمع كل الفقه ده واروح انقله طبعًا للجمهور. عارف لقيت فيه كم اتجاه؟ ثلاث اتجاهات. اتجاه بيقول حرام اقفل، ولآمرنهم فلا يغنوا خلق الله. ده ازاي انسان ياتي بجوار خلقه ربنا ويغيرها؟ ممنوع. قفل الملف. اتجاه تاني معاكس قال حلال مطلق. ليه؟ لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. ليه الانسان ما يبحثش عن احسن قوام له واحسن شكل له؟ خلق فسوى. ليه الانسان ما يرعاش تسوية خلقة الله، شأنه شأن سائر خلق الله، عشان ما يبقاش محبوس في دم نفسه. وقال ان الشيطان لما قال ولا امر ان فلا يغن خلق الله، يعني تشويه الصوره، بدل ما يخلي العين هنا يخلي العين في الظهر مثلا، بدل ما يخلي الودن هنا يخلي الودن في مكان تاني. لكن هو بيرجع الامر الى مقياسه الطبيعي الانساني. خاصه كمان ان سيدنا النبي بيقول تداووا عباد الله. صحيح. فما جعل الله من دين الله وله دواء. ما هو البعض قال كده يا دكتور بقى. لو كان بقصد التداوي يعني. مثلا عندي حاجه محتاجه. ده الراي الثالث بقى. الراي الثالث قال ايه؟ قال وسط هنا. قال ما هقول حلال قوي ولا هقول حرام مطلق، ولكن هقول بضوابط. ايه الضوابط؟ ان يكون انت محتاج، انك تكون حاسس بمرض نفسي، عندك احساس كده، واحده حاسه مثلا نفسها ان انفها طويل وكل ما تشوف وضعها او معوج او كده او وضعها في في المراه تبقى زعلانه نفسيا، بتموت في داخلها. انت بقى ممكن تقول ايه؟ لا لا يا ست ده انفك كويس عادي. طب بس هي شايفه ايه؟ العبره برؤيتها ولا برؤيتك انت؟ لا تخيل بقى، لا ناخد برؤيه واحد ثالث، الزوج. لا اسف وده سؤالها. لا لا اسف الزوج مش هينفعها. لا لا اسف. انا بتكلم على رؤيتها هي مع نفسها. هو لما هي بتسمع من الزوج انتقاد وبتسمع من غير الزوج انتقاد، لكن في الاخر قرارها هي. افرض هي قويت الشخصيه وقالت انا كده كويسه، اذا كان مصرحة مع نفسي. مصرحة مع نفسي. انا شايفه ده شيء طبيعي جدا. يعني انا اذكر مره رفيق الحريري عليه رحمه الله كان في التلفزيون وكان في سؤال مباشر كده بيقولوا له حاجبك كبير قوي، انت ما فيش وانت غني ما شاء الله، يعني في امكانك تعمل جراحه تجميل او حتى حاجه تهذبه؟ فقال ايه؟ انا متصالح مع نفسي، انا عاجبني كده، انا عاجبني كده. فاذا القرار قرار مين؟ قراري الشخصي. قرار الشخص كما هو الحال. هو بيسمع من كل نقطه في الاخر. طيب خلينا صعب السؤال شويه، يعني على مش على حضرتك طبعا، يعني فضل. علينا احنا. لو الزوج قال لها كل شويه، يقعد طبعا يتفرج على التلفزيون ويشوف بقى المغنيات ويشوف ويشوف ويشوف، طبعا مخوط الراجل بقى من كتر اللي بيشوفه. فهي حاسه برضو حتى لو ما صرح لهاش بده ان هو الراجل عينيه رايحه في حته، يعني الراجل متاخد، فهي عايزه تسيطر على. طيب لا انا افترض هو بقى كمان قال لها لا انا عايز اشوفك زي فلانه. طيب. او عايزك تعملي العمليه دي. العوامل المساعده في الاخر قرار قرارها برضو. انت شوف عمال تلف وتدور عشان تخلي فيه تاثير على القرار. القرار قرار الانسان، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. اللي واثق من نفسه واثق من نفسه، واللي بدا يشك ويحس بانه ضعيف، لا انا مش عايزك تبقى ضعيف. طالما في امكانك
انك تجري عملية وترجع ثقتك في نفسك انا محتاج حتى لو كنت مش محتاج لها طبيا. يا سيدي الفاضل ثلاث اراء تمام يا فندم. شوف بقى ما تعقدهاش. عرفت بقى قيمة الدكتور سعد يا استاذ وليد. رأي قفلها لك. ايوه خلاص. اذا كنت شايف مقتنع بهذا الراي اقفل وما فيش داعي تجادل، بس تسيب غيرك ياخد براي تاني. راي فتح لك وقال لك ان سيدنا النبي نصح في حديث رواه ابو داود وبعض اصحاب السنن في انفه جلده عرفجه قطعت في يوم كلاب، الجلده اللي هي الجلد شحمه الانف انجاز التعبير، فوضعت فيها انف من ورق اللي هو الفضه فانتن عليه، فسيدنا النبي نصحه انه يجعله انف من ذهب، فقالوا كون سيدنا النبي يوافق على عضو صناعي معناه ان ممكن يبقى فيه تجميل. خاصه كمان ان عين قتادة حدقت او وقعت في غزوه بدر او غزوه احد على اختلاف الروايات، فوضعها في راحته وذهب لسيدنا النبي فوضعها في مكانها فاصبحت احسن من الاولى، فقالوا ده كمان دليل على مشروعيه ذلك. ثم اسمع كمان حديث رواه الترمذي عن بريده ان سيدنا النبي عن ابن ضمره بيقول ان له جده كانت حضرت القبلتين وكان لها صديقه صلت مع سيدنا رسول الله القبلتين، فالنبي راح يزورها. النبي راح يزور واحده سته كانت من حضره القبلتين، يعني صلت اتجاه المقدس، ثم لما تم تحويل القبله الى بيت الله الحرام توجهت الى بيت الله الحرام، اذا مسلمه قديمه. فلما راح زارها لقى ايديها مش مخطوبه، ايديها مش متحنيه، ايديها ايه؟ مش مخضبه قبل مش متحنيه مش متحنيه. فقال لها تتركوا احداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل؟ يا اختضبي اختضبي. فيقول فما تركت الخضاب قط وهي كانت ابنة 80 سنة. الله الله، شفتوا بقى الساعه الجميله في ديننا، وبس محتاجين حد يعلمنا كده يا استاذ وليد. خد الامور ببساطه، والراجل عنده سعه وبيعرض لك كل حاجه، انت حضرتك خد اللي تاخده وما تاخدش اللي ما تاخدوش، مع احترامي كمان يعني، لكن محتاجين ان احنا نفكر بطريقه مختلفه، ومحتاجين حد يقول لنا كل حاجه يا جماعه، يعني ما بقاش الحكايه اتجاه واحد. انا نفسي لما تقعد مع ضيف غيري ويقول لك راي واحد قول له لو سمحت في راي تاني ولا مفيش. طيب خلاص استاذ علي، سلام عليكم استاذ علي. في سؤال كمان. طب حاضر عينيا. حاضر استاذ علي، اتاخرت عليكم يا جماعه، اتفضلوا استاذ علي. لا 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 لا، شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك. انا بس الو. ايوه فندم معاك، اتفضل. انا عايز اولا اشكركم جدا 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 على برنامجكم الرائع. ربنا يخليك يا رب ويديك الصحه. وعايز اشكر واخص بالذكر طبعا الاستاذ العالم الجليل الدكتور سعد. اشكرك كرامكم الله. انا بحييك على كلامك الجميل، اتفضل. الله يخليك. وانا يعني اتمنى من الاخ وليد اللي اتكلم من فتره ده انه يقول رايه بحياديه تامه. ايوه تمام. لو سمحت يا استاذ علي وطي التلفزيون بس عشان اعرف اتكلم معاك. يعني زي ما قال الدكتور سعد كده، يعني كان من باب اولى انه يغير الخط. الخط قطع. شفت بقى الناس والحماية عشان حضرتك ده حقك اهو، ربنا. لا لا عفوا، هو انا زعلان؟ انت بتكلمني كاني زعلان. لا 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 العفو. لا 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 انا اللي زعلان. لا 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 انا لا. تزعل ليه؟ انت مش من حقك. طيب تزعل. استاذ لان كل واحد له راي. استاذه منى. الو يا مدموزيل. ايوه يا فندم اتفضلي. الو. ايوه يا فندم اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور، اهلا بيكي. انا منى. اتشرفنا يا فندم، اهلا وسهلا. من فضلك الدكتور سعد الهلالي ده كتير علينا، لان ده عالم، وانا ما سمعتش الحلقه من قبل، فسمعت رد حضرتك على الاستاذ وليد فهمت انه مش فاهم، فيا ريتنا كنا اميين كان علمنا من اول وجديد بدل ما يتعب نفسه في الجهله، زي الترجي اللي تودي له حاجه انت عاكد فيها وتقول له صلحها لي، يا ريته كان يعلمنا من اول وجديد، لان الخطاب الديني عندنا بوظ عقولنا تماما. فالدكتور سعد خساره فينا فعلا. عفوا احنا متابعينه وفاهمين كويس قوي ان هو لا بينقل الراي الخاص ده بينقل اراء العلماء، واللي يخبي راي من العلماء ربنا يوم القيامه هيلجمه. الله على حضرتك. الله عليكي الله عليكي. طيب انا عايزه اقول يعني ايه الغلط؟ ولا انت المفهوم والموروث اللي عندك الخاطئ؟ يا يمشي يا نغضب. ده خساره انهم يتفرجوا على برنامجك يا استاذ محمد، يتفرجوا على العالم الجليل اللي ادعو بحضرتك. شكرا. انا بشكرك والله واسعدتينا بمداخلتك يا فندم. اهلا. هي بتفكرني بحديث سيدنا النبي اللي رواه الامام احمد بل اصحاب السنن، من سئل عن علم فكتمه الجمه الله بلجام من نار يوم القيامه. صحيح.
طب متفقها ايه؟ من علم علما من شوف بقى الحديث ثاني روايه ثانيه من علم علما فكتم ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامه. يعني الشيخ اللي يقعد هنا ويبقى عنده معلومتين في تفسير الايه او معلومتين في الحكم ويذكر واحد ويخبي الثاني ربنا هيلجمه يوم القيامه عشان تعرف مين الفئه اللي هتتحاسب يوم القيامه اكتر. ربنا يستر عليا بقى وانا قاعد قصاد الشيوخ ولازم يكون عندي الساعه دي ان اقدر احاور ونقول كل الاراء باذن الله. أستاذة أمال أهلا بك يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أستاذة إيمان أنا آسف. السلام عليكم. أهلا بك يا أستاذة إيمان. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك ممكن أسأل الدكتور على حاجة عن يعني عن الزكاة؟ عناية تفضلي قولي. إحنا عندنا سؤال عن الزكاة لسه ما قلناهوش. معلش حاولي تكلمينا تاني بعتذر معلش قطع الخط. نتكلم في الزكاة. لا في سؤال عندك كمان الاخت اللي بتتكلم عن زكاه يعني عن شهادات الاستثمار أيوه. بتتكلم في قضيه ان اطلع ربع العشر اللي هو يعني طلع واحد على عشرة من العائد. لا العشر 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 اولا طلع 2.5% ده راي من اربعه. راي منين؟ من اربعه. من اربع اراء يعني في اربع اراء. ده انا عايز اقول حاجه بس مجمع البحوث رفض الراي ده ولا حقه يرفض كده انا صح بس لما رفضوا افترض ان مجمع البحوث رفض افترض ان رفضوا يبقى الراي باطل. لا ما هي دي بقى المناقشه اهميه المناقشه ونحن نفهم الراي الم يقل به استاذ متخصص طبعا استاذ كبير كمان طيب طب. كون راي اخر يرفضه حقه ولا مش حقه حق. طب ما هو ما قاله ابو حنيفه تجد الامام مالك رفضه هل معنى ذلك ان كلام ابو حنيفه بقى باطل لا ده صح وده صح وده صح وده صح وفي الاخر الاختيار لمين للناس للناس الله. السياده للشعب يؤسفني اصحاب الخطاب الديني عايزين يخلوا السياده لانفسهم السياده للشعب بدليل ان الشعب كل واحد اختار دينه فلما الشعب بيختار دينه يبقى انا وظيفتي خادم للشعب. مجمع البحوث الاسلاميه خادم للشعب. هيئه كبار العلماء خادمه للشعب. مذهب ابو حنيفه خادم للشعب. مذهب مالك خادم للشعب. كل المذاهب بلا استثناء خادمه للشعب. سيادتك والعبد لله خادم للشعب. بنيجي نقدم فقهنا نقدم علمنا عشان نبقى اوصياء على الشعب ولا علشان نقدم طرحنا والشعب يختار هو السيد. لا الشعب يختار وهو السيد. مش الشعب ده ماسك الريموت؟ اه طبعا. طيب يبقى هو السيد. طبعا عشان كده ما لازم نحتمله معلش. طيب اروح يا دكتور خليني اسال السؤال بطريقه ثانيه. راي فضيلتك ايه؟ انا عارف ان الاراء كلها الغالبيه على انه 2.5% ما عنديش راي انا انقل لك الاقوال. عارف لا انت رايك اتجاهك الشخصي ايه؟ يعني 2.5% ولا ال 10 على اربع اراء فقهيه يا باشا. اربع اراء فقهيه. اربعه. مدروسه. انا بجمع لك مجموعه فقهاء درسوا المسألة ووجدتهم اختلفوا على أربع اتجاهات. اتجاه بيقول تزكي الريع 10% وده اختيار واجتهاد الدكتور علي جمعة. أيوة. اتنين رأي بيقول تزكي رأس المال بس مش رأس المال والريع. رأس المال فقط اللي هيحول طالما بلغ النصاب 2.5% وده اتجاه مخرج على مذهب الجمهور. الرأي التالت بيقول تخرج 2.5% على كله على راس المال والريع سوا سوا في نهايه وده مخرج على فقه ابي حنيفه في زكاه عروض التجاره وعلى ربحها. الراي الرابع بيقول ما تزكيش خالص اذا كانت الوديعه دي واقفه عليك. يعني ايه واقفه عليك؟ يعني في عمليه وقف. ايه الوقف؟ الوقف ان صاحب المال يقرر هو اللي يكمل يقرر هو ولا الشيخ لا صاحب المال صاحب المال هو اللي يقرر يقول المبلغ ده انا حطه في البنك وديعه مش هفكها وهصرف من خلال ريعها على نفسي يبقى وديعه على النفس او حاططها علشان هشتري بقى شقه او حاططها علشان هشتري بقى سياره او عشان مهري او مهر ابني او مهر بنتي مثلا افترض ان كل واحد قال ان انا حطيت المبلغ ده بغرض ما هذا الغرض مشروع هذا الغرض ايه مشروع مشروع يبقى ده وقف ولا مش وقف 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 يعني انا بحوش 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 عشان اجيب مهري مثلا بحوش 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 علشان اجيب شقه بحوش الى اخره او حاطط مبلغ ده خدت من وظيفتي مكافاه نهايه الخدمه حطيتها لقيت معاشي بسيط فقلت احطها في البنك علشان اخد ريحة اصرف بقى على نفسي اصبحت وديعه محبوسه ولو جه الاستاذ محمد سعيد رغم حبي له وحبه ليا وجي قال لي فكلي وديعة دي اصلا انا مزنوق اقول له اسف ليه اصل الوديعة غالية عليا اكتر منك عرفت الفرق بين الوديعة الوقفية والوديعة غير الوقفية الوديعة الوقفية تبقى اغلى من اي واحد يسالني لما ابني يقول لي بابا فكلي الوديعة دي علشان عايز ادخل مشروع كذا اقول له يا ابني لا الوديعة دي حاططها علشان بصرف بها من ريعها عليا وعلى والدك يا ابني يبقى اصبحت الوديعة غالية عندي اكتر من مين من طلب مين
اقرب من طلب الناس. ابني أقرب. فلما كانت الوديعة غالية عندي اكتر من طلب من يطلب اذا هي وقفية. فلما كانت وقفية لا زكاة فيها على قول عند الحنفية وعند الشافعية. تاني بعيد لان عارف نصف الحنفية ونصف الشافعية. أيوة. قالوا لا زكاة فيها امتى؟ لكن كانت وديعة وقفية. لكن برضو تبعا للرأي ده، مش معنى سؤالي ده ان انا مش عارف ان في يعني حضرتك لسه سردهم مش مع الفقير، يعني عايز اقول الرأي ده مش مع حق الفقير، ولا انا غلطان؟ دخل الفقير ايه وغني ايه؟ انه الفقير في فتاوى. قبل ما تتكلم عن الفقير والفتاوى شوف انت بتدخل اللي بيقول. لا مش انا، اللي بيكلم انا بقول بعض الناس اللي بيتكلم باللغه دي. اللي بيتكلم باللغه دي حاطط نفسه وسع المجتمع. فانا عايز اقول له ارفع وسطك عن المجتمع. وظيفتك تنقل هذه الاقوال وتبين وجهه نظرك فيها، وجهه نظر كل راي فيها، وارفع وصيتك عن المجتمع لو سمحت. بس كده خلص اسياد. تمام، يبقى كل الاراء متاحه قدامك يا استاذه سوسن. ما هو الذين قالوا بوجوب الزكاة في رأس المال والبيع سوا سوا نظروا للفقير. أي. وما نظروش للرحمة بمين؟ بصاحب المال. بصاحب المال. أنا فاهم. والذين نظروا بإن المال وقفي لا زكاة فيه نظروا بالرحمة. هو الدكتور علي جمعة لما رد قال الفتوى دي وقال ده رأي شخصي حتى لي عشان أديله حقه برضه، وعالم كبير كمان، كان قال كده أنا جاي مع حق. ما هو الناس بتقول لي أنا خارج بتحويشة العمر وما عنديش غيرها، أو نهاية الخدمة أو وما عنديش غيرها لو ضاعت مني. مش عايزين نتاجر لا بالفقير ولا بالغني. فهي بالمناسبة أقول لك حاجة مهمة. اتفضل. ليست مصلحة الفقير أولى في الإسلام من المراعاة بمصلحة الغني، وليست مصلحة الغني أولى بالمراعاة بمصلحة الفقير. دي قنبلة كبيرة كمان. بمعنى إيه؟ عارف معنى إيه؟ لو كان يعني الغني والفقير قدام ربنا سواسية. الفقه هنا قدام. طبعا الدين يرعى حق الطرفين مثل الآخر. بدليل إن ربنا جعل الزكاة لا تجب على الغني إلا إذا كان معاه نصاب. طب جعله نصاب ذهب. أيوة. إذا النصاب يعني إيه؟ مقدار من المال. إذا وصل إليه بنقول بقى صار غني. فاكر حضرتك ما كنت بتعلمنا كمان فكرة النصاب من الفضة برضو ونصاب من الذهب، ومش كتير من الناس تعرفش نصاب الفضة وغيره. ما هو ده برضو تعددية، وبرضو بنختار. ما هو اللي قالوا بده قالوا عشان مصلحة الغني، وهنا ده عشان مصلحة الفقير. ده صحيح. ما هي دي الفكرة. مش عايزين نزايد لا فقير ولا غني. يعني. نقول ده ونقول ده والناس تاخد بالها. بس بالمناسبة في حاجة تانية أخطر. لو إن الزكاة لم تكفي. افترض إن الزكاة ما كفتش الفقراء. هل تجب على الأغنياء مال آخر إضافي؟ ده سؤال مهم قوي. من أجل مراعاة الفقير. عند تلت الفقهاء نعم. عند وتلتين الفقهاء لا. وعندنا مين اللي يجبرهم يا دكتور؟ استنى بس، عندنا حاجتين. لا، مين اللي يجبرهم يطلعوا زياده عن الزكاه؟ ما فيش حد هيجبر غير ولي الامر، المجتمع نفسه. اصبح القانون انتهى اللي يجبر. انتهى، ما فيش مخلوق يجبر، اصبح اللي بيجبر المجتمع بالقانون. القانون بيطلع من مين يا استاذ محمد؟ مش من المجتمع، من الشعب. اصبح القانون هو اللي بيجبر. والنهارده اصبح عندنا الضرايب بالقانون. عارف عندنا حديثين ضد بعض، عشان تقول لي بقى اجيب التعديه ازاي او منين تاتي التعدديه. حديث رواه ابن ماجه وعكسه رواه الترمذي. فاطمه بنت قيس بتحكي عن سيدنا النبي بيقول ايه؟ ليس في المال حق سوى الزكاه. هل في المال حق سوى الزكاه؟ رسول الله قال ليس في المال حق سوى الزكاه. عكسه بقى، في المال حق سوى الزكاه. نعم، يعني غير الزكاه. في المال حق سوى الزكاه، ده في روايه الترمذي. يبقى عندنا حديثين، حديث بيقول ليس في المال حق سوى الزكاه، وحديث عكسه بنفس الروايه في سنن الترمذي. والاثنين نفس القوه ونفس كل حاجه، هما الاثنين ضعاف بنفس درجه القوه، بنفس الدرجه. صحيح. طيب، طب انا بعتذر عن اتصالات. طبعا انا مش عايز اقطع فضيلتك، انت عالم كبير يعني مثلي لا يستطيع مقاطعه فضيلتك، لكن اتصالات الناس كتيره جدا. استاذه منى، السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أنا عندي سؤالين بعد إذنك هقولهم باختصار. تؤمري. سؤال، الله يخليك، سؤال فيما يتعلق. أنا ليا حماتي عندها كان مشكلة صحية كبيرة من حوالي سنة. تم الاتفاق يعني ما بيننا على ان يكون مكانها هو بيتها، وان اولادها 4 يوزعوا الايام بتاعه الاسبوع عليها. هي ساكنه في محافظه ثانيه. الواضع دلوقتي ان المشكلة الصحية دي عدت الحمد لله بسلام، وتم مراعاتها جيدا. دلوقتي الوضع انه ما زال مستمر عليه، ان الاولاد بيقسموا وقتهم، كل واحد فيهم يومين بيروحوا لحد عندها في محافظة تانية.
طبعا بالظروف دي الابن خاصه عنده مشكله طبعا في ان هو يعني يشوف اولاده او يشوف بيته او يراعيهم، لان طبعا بيوزع الوقت يا دوبك اللي بياخده اليومين بتوعه يروح يقعد بيهم هناك. فانا دلوقتي بنقترح عليها لا نشوف شقه هنا كويسه في نفس المحافظه اللي احنا ساكنين فيها وتبقى متواجده بالقرب مننا عشان جميعنا نتعاون في خدمتها. هي رافضة باتا، علما بان ليها ابنه تستطيع انها تاخذها بالفعل لان زوجها متوفي، اولادها كبار، مفيش مسؤوليه شديده عليه. يعني هي مش عايزه تسيب بيتها يا مدام منى، صح؟ اللي هي مش عايزه تسيب بيتها، والبنت الوحيده مش عايزه تاخذها بشكل كامل او يعني تتحمل مسؤوليتها بشكل كامل، رغم ان ظروفها الماديه والصحيه والاسريه يعني مهيئه اكتر. تمام، سؤالك الثاني ايه؟ من الاولاد الثانيين. حاضر، السؤال الثاني ايه؟ السؤال الثاني، هل الاب لما يكون ممتنع عن الانفاق على اولاده وما بينه وما بين الام مشاكل كبيره جدا، ويا اما يرغمها على العيشه معاه باستهانه، يا اما يحرم اولاده من الانفاق عليهم، هل لما الام تقول لا بالطريقه دي الاب غير نموذج ولابد انه يحرم من انه يمارس ابوته وانه يحس ان ده اب، هل في كده حرمانيه؟ علما بانه سلوكياته خاطئه جدا وبقاله 20 سنه بتحاول معاه نصلحه ومفيش فايده، وعلما انه متيسر الحال، ويا اما يصرف على اولاده في حاله واحده بس، اذا كان الاولاد هيرضخوا يبقوا في صف ضد الام. هل ان احنا نمنع ان هو يتمتع بابوته فيها حرمانيه علينا؟ حاضر، سؤال جديد، ان حد يمنع حد من ممارسه ابوته. حاضر، عناية الاثنين يا مدام منى. استاذ احمد، استاذ احمد السلام عليكم يا فندم. وبعتذر عن التاخير. استاذ احمد انت هتاخد اسئله ومش هعرف اجاوب. لا عنا الاثنين. حاضر. الو. ايوه استاذ احمد، ازاي حضرتك؟ اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي يا فندم لحضرتك، وتحياتي للعالم العلامه اللي ربنا يا رب يبارك لنا فيه وفي صحته وطولنا في عمره، الدكتور سعد الغيلاني. بارك الله. وليا قبل سؤال ليا تنويه بس بحب اقوله للدكتور سعد. يا دكتور سعد، حضرتك عارف ما في من اعظم علماء الاسلام اللي وثقوا وقتها بانه فاسق وانه طعم من المعرضين، فحضرتك لا تبالي الروابط كما تقول عليه. جزاكم الله خير. هذا بالنسبه للتنويه. اما بالنسبه لسؤالي، فكنت عايز افهم من حضرتك، هل فعلا ايه الجزيه فسخت كل ما قبلها؟ بمعنى ان في 95% من القران بيحض على العدل والرحمه والمساواه وعدم الاعتداء. ده كنت عايز اعرف، هل آية الجزية رسخت كل قيم التسامح والمحبة وعدم الاعتداء بان احنا زي حضرتك هم حسب تفسيرهم لآية الجزية اللي داعش تستخدمها وبيت المقدس وكل. تمام يا استاذ احمد، حاضر عناية، عشان الوقت داهمنا. انا بشكرك أنا على رقتك وذوقك وتأدبك مع استاذنا الدكتور وعلى سؤالك المهم اللي ممكن نفتح له حلقات. تحب تبتدي بيه عشان السؤال مهم؟ اه اتفضل يا فندم عشان الوقت ده. آية الجزية، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون حق الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. قيل عند مذهب أحمد إنها على سبيل التخيير وليس على سبيل الإلزام. ده مذهب أحمد بن حنبل. مذهب مين؟ أحمد بن حنبل. باقي الفقهاء قالوا ده إلزام. لما قالوا ده إلزام، قالوا ده من أجل إن منعهم من دخولهم في الجيش ولا الشرطة، لأن الجمهور الفقهاء يمنع دخول غير المسلمين في الجيش وفي الشرطة. تمضي الأيام والعالم يتحطر في فقه ابن تيمية لما قال المسلم وغير المسلم في الوطن سواء. ابن تيمية تاني. أيوة. واعتبر شهادة المسلم مثل شهادة غير المسلم في المحاكم سواء. صار من هذا التاريخ قابلناه ولا لم نقبله؟ قابلناه، فصارت المواطنة. فلما صارت المواطنة ما عادش ينفع نقول الجزية. والجزية الوقتي إذا أخذنا بمذهب أحمد إنها اختيارية، إذا لم نخالف نص الآية القرآنية لأنها اختيارية. بفقه مين؟ بفقه أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل. وبالمواطنة بفقه مين؟ بفقه ابن تيمية. شفت لما عرفت التعددية عرفت تسلك نفسك إزاي وتعيش في مجتمع آمن وأنت متصاحب مع نفسك؟ آه، لو كان الخطاب الديني وصائي كنت ذكرت بقى قول الجمهور واثبتت للناس ان دولتنا مخالفه للشريعه، واثبتت ان دخولهم
الجيش ودخولهم الشرطة غير شرعي وعملت فتنة. طب ما في رأي فقهي بيجيز، وبالمناسبة ما فيش رأي فقهي أولى من الرأي الفقهي الآخر إلا بحسب قبول النفس مش بحسب الكهنوت. يعني ما حدش بيقول أنا ما أملك الصواب، لا ده رأي فقهي وده رأي فقهي حقيقي. حتى لو كان قول الجمهور، حتى لو كان قول الجمهور. طيب أروح الأسئلة بقى الاجتماعية اللي عندنا يا دكتور. قضيت ان طبعا بتتكلم عن حماتها كان عندها مشاكل صحيه وانه كان مقسمين الوقت بينهم. خلاصه الحديث ده اللي هو النفقه على الكبار اللي هو الاب والام. مين المسؤول بالنفقه، الولد عليه؟ ولا البنت الاول؟ هقول لك اهو اربع اراء. انا عارف. طيب بس اديني فرصه. حاضر اتفضل. انا بتكلم على النفقه ويدخل في النفقه الرعايه. مره تانية، النفقه ويدخل في النفقه مين؟ الرعايه. الرعايه. انا لما اتكلمت عن النفقه خفت تقول لي في المداخله بتاعتك الرعايه. الرعايه داخله فيها. مين المسؤول في تدوير الرعايه؟ يعني اللي يغير لها وياخد باله منها والكلام ده كله، صح كده؟ المصاحبه والمرافقه. تمام. مع كبر السن والشيخوخه محتاج مرافقه، حمام والكلام ده. صحيح. المسؤوليه هنا تقع على مين؟ تقع على الابناء من باب تدوير الولايه. تدوير ايه؟ الولايه. يعني تلف عليهم. لا، بعد ما كان الاب والام مسؤول عن ولادهم اصبحوا هم المسؤولين عن الله. الله، اسمه تدوير الولايه. حكمه ربنا. ايوه، في الخلق. فلما كان فيه ومن نعمره ناقصه في الخلق، بس هي العلاقه بين مين ومين؟ الاب وابنه، او الام وابنها، والعكس. لكن هنزودها فمحتاجه حلقه تانية عشان نذكر فيها اقوال الفقهاء الاخرين. فخدينا في تدوير الولايه بين الابوين والابناء. على مسؤوليه مين؟ كيف تكون على الابناء؟ المذهب الحنفي بيقول الذكر والانثى على السواء. على السواء والانثى، يعني البنت اللي عندها القدره دي دلوقتي هي ملامه ولا؟ انا هضرب مثال بس عشان ما نقعدش. ولدين وبنت. ولدين وبنتين. مثلا كل واحد منهم ياخد حصه. على مذهب مين؟ ابو حنيفه. على مذهب احمد بن حنبل للذكر مش حظ انثيين. يعني ايه للذكر مش حظ انثيين؟ يعني الذكر ياخد يومين والبنت تاخد يوم رعايه، او حصه النفقه البنت تدفع سهم، الواد يدفع كم سهم؟ سهمين. سهمين. على مذهب الإمام مالك العبرة باليسار، ذكورا وإناثا على السواء. البنت فاضية تاخد حصة أكبر، الواد مشغول، أو الواد فاضي، الذكر فاضي والبنت هي اللي مش فاضية، يبقى اللي فاضي ياخد حصتين واللي مش فاضي ياخد حصة واحدة. إذا على مذهب مالك العبرة بمين؟ باليسار. طيب نعم. نروح لرأي الأم أخيرا. المذهب الشافعي مثل مذهب أبي حنيفة. طيب يا فندم، نتكلم في قضية إن الأم هي بقى مش عايزة تسيب مكانها، مش عايزة تسهل عليهم إن هم يخدموها، يعملوا إيه؟ هي مكانها في بيتها، ولكن مطلوب الكل يساهم بحصة نقدية من أجل مراعاة حق المساعدة. يعني يتفاهموا سوا ويجيبوا حد يقوم بها. طيب. والسهم زي ما قلت كده على مذهب أبو حنيفة والشافعية، الذكر والأنثى على السواء، كل واحد يدفع سهم. أو على مذهب مالك الغني يدفع سهمين والفقير يدفع سهم. أو على مذهب أبو حنيفة أحمد بن حنبل الذكر يدفع سهمين في نفقة الشغالة والأنثى تدفع سهم. طيب أروح لسؤالها الثاني، وعن الأب الممتنع عن الإنفاق اللي هو حاجة قصاد حاجة، يا تقفوا معايا ضد الأم. خد بالك حضرتك برضو وأنت أستاذنا حضرتك إنه بنسمع من طرف واحد، لكن على صحة إن شاء الله هذا الكلام. الاب ممتنع يا اما الانفاق عليكم، يا اما تيجوا في صفي وتبقوا معايا ضد الام، او العكس. دي من المشاكل الاجتماعيه التي لا يمكن حسمها ومحتاجه على ارض الواقع. لكن في جميع الاحوال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. هل من حق المظلوم انه يقاوم من اجل الحصول والظفر بحقه او ليس من حقه؟ هنا المرأة لما بتقول تمنعه من حق هو، انا ظننت انها تقول تمنعه من حق الزوجية، لان لو قالت امنعه من حق الزوجيه هيبقى فيه هنا راي الحنابله يجوز. والله ايوه. مذهب الحنابله يجوز. ان ده دايما اغلب الفقهاء يقول لك لا ممنوع عنك. أيوة. بقيه الفقهاء قالوا كده، قالوا لا يجوز. قالوا حق الزوجيه ما لا يسقط. كلام. يبقى هو شحيح ووحش. ويتسلم نفسها وبالليل. اما احمد بن حنبل المذهب الحنبلي قال لا من حقها. طيب شفت التعدديه هنا بقى فيها جميله. جميله وبنتعلم يا دكتور والله. طيب اخيرا قبل خلاص ناقص لي دقيقه، انا عايز اقترح، تسمح لي في وجود حضرتك ان تديني المظله دي ان انا اقترح في وجودك. اتفضل. الولاد هنا ما يخشوش في الصراع ويكونوا هم حمامه السلام، يعني ما يخشوش في الصراع بين الاب والام ويحاولوا يكونوا. دي نصيحه موعظه حسنه تشكر عليها. ما في موعظه حسنه تشكر عليها ولا ايه؟ تشكر عليها. لكن حضرتك برضو سايب لهم ان هم يختاروا بين الغلطان بالاب والام؟ في غلطان؟ لا، انا بتكلم على حق الزوجيه وحق الابوه. لا، حق الابوه. حق الابوه لا يسقط، لا يحرموه، لا يسقط حق الابوه، لا يسقط باي خطا. عارف ليه؟ لان في ضرر على الاولاد. يعني انا لما احرم الاولاد من حق الابوه
انحرموا من شق التربية وشق الأبوة اللي حتى لو كان الأبهات هم اللي عقوا أولادهم قبل أن يعقوهم. العقوق شيء اللي هو في الأمور النفسية شيء والحقوق المادية شيء تاني. يعني حق الأبناء في أن يبقى لهم أب ده حق لا يسقط, حق طبيعي. حق الأبناء أن لهم أم ده حق طبيعي لا يسقط. لكن حديثنا كله في الأمور المالية, هل ممكن الضغط؟ طب ما العيال بتقمصوا من أبوهم لما أبوهم ما بيجيب لهمش المصروف, أمصتهم دي غلط؟ ما هو ده شيء تعامل تحياتي. لازم تترك مساحة للناس كل واحد يقدر ظروفه في المسائل الإنسانية, كل واحد يقدر ظروفه. وممنوع الشيخ يتدخل, ممنوع حد الطرف التالي يتدخل. الطرف التالي لا, والدخل هيفسد. كل واحد يسلك نفسه من الطرف الآخر بس بحنية وبرحمة وبطريقة ناجحة, لأنه لو فكر أنه ياخد بطريقة خشنة هيخسر. فلازم يفكر بطريقة لا تجعله يخسر أكثر مما خسر. هل الوقت خلص ولا ممكن ناخد نتكلم في فتاوى أستاذنا الدكتور سعد؟ الوقت خلص, لكن أنا نفسي توعدني بلقاء تاني إن شاء الله يا دكتور. إن شاء الله بعد رمضان بقى وعليك خير بإذن الله. لا قبل كده إن شاء الله. في بس عشان مشغوليات رمضان أنت عارف. ربنا يعينك كده. عيلنا في البرامج اللي بنعدها. موفق دائما يا أستاذنا الدكتور, وأنا بشكر فضلتك على وقتك الحقيقة وعلى علمك وعلى حيتك وعلى كل ما علمتنا. تحياتي لكل المشاهدين اللي راضيين واللي غير راضيين كلهم. كل راضي لهم كل راضي هو الكلمة طلعت بس. وكل ما أتمنى, كل ما أتمنى إن الإنسان يستقل والإنسان يبقى سيء قراره والإنسان يبتعد عن الوصايا وعن من يزعم بإنه فهم مصلحته, وإلا هتبقوا عبيد لمن يحدثكم. أنا عايزكم تبقوا عبيد لله. عبيد لله معناها إنك تسمعوا من كل من يتكلم واللي قلبكوا ارتاح إليه هو اللي تطمنوا إليه وتشعروا بإن رسالة ربنا إليكم الفهم. الفهم ده رزق من ربنا. الفهم ده إيه؟ رزق من ربنا. مدام فهمت واقتنعت يبقى من ربنا. مدام فهمت وارتحت يبقى عند ربنا. لكن لاخد شيء وانت مش مرتاح وانت مش مطمن. ولازم تعرف ان كل اهل الارض هيتخلوا عنك. ولقد جئتمونا فرادا وكلهم اتيه يوم القيامة فردا. هتقابل ربنا لوحدك. اذا ما فيش شيخ هتقول له يا رب اصله قال لي اصله عدلي, وفين مخك وفين عقلك؟ هتقول لي انا مخي ضعيف. ربنا هيحاسبك على قد ضعف مخك, مش هيحاسبك على ذكاء شيخك ولا هيحاسبك على محفوظات شيخك. الله, دي هيحاسبك على قدر مهمة. فهمك انت. افرض فهمت غلط يا اخي, ده شفته ميه, شفته ميه وشربته ميه وبعد اتضح ان فيه سم, يبقى انت منتحر؟ لا, لانك خدته بنيه ايه؟ انه ميه. انت شايفه انه ميه, لكن لو انت شايفه ان سم وخدته يبقى انت انتحرت. رفع علامات الخطا او النسيان وما استكره عليه. ديننا دين رحمه. كل ده ما عشان يثبت ان مالكش عذر, انك لازم تختار القول بنفسك ولازم تستقل بنفسك. بشكرك جدا يا فندم, كتر خيرك وبجد يعني علمتنا واسعدتنا. شكرا جدا. شكرا. بشكر حضراتكم احبائي في كل مكان, ويا رب اكون كنت عند حسن ظن حضراتكم. وان شاء الله يشرفني متابعتكم لينا ان شاء الله كل خميس وجمعه الساعه 5 مساء الموعظه الحسنه من قناه دريم على الهواء مباشره. اشوفكم على ما يرضي الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا. بالمواعظ الحسنة دايما حنتلاقى ونجدد الذكرى وقلوبنا مشتاقة. بالمواعظ الحسنة دايما حنتلاقى ونجدد الذكرى وقلوبنا مشتاقة. بالمواعظ الحسنة, بالمواعظ الحسنة. اللهم صلي وسلم عليه. اللهم صلي وسلم عليه يا حبيب الله.